في سواء في الداخل أو في الخارج، سلامي لكم، تحياتي لكم. عندي لقاء خاص مع صديق جمعتنا الغربة، جمعتنا وسائل التواصل الاجتماعي، أخونا نور الدين من جيجل، إنسان طيب، والتقينا في باريس. راح نديروا معه فيديو إن شاء الله ونخلوه يتكلم هذا نور الدين، يعني الناس مبناء الجزائر طيبين اللي عرفناهم، وإن شاء الله ربي يجمعنا غير مع الطيبين. السلام عليكم أخويا نور الدين. وعليكم السلام. واش راكم؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش اخبارك؟ يسقسي عليك بالخير خويا. واش هي امورك يا خويا؟ كراكم عايشين في الحاله هذه؟ الله يسقسي عليك بالخير ما شاء الله. صافي صافي، شرف نلقاوك انا خويا نور الدين. الله يعزك خويا صالح وشي خويا، خويا فعلا ما شاء الله ونعمه التربيه. يعني من الناس اللي كان الشرف لي اني لقيته اليوم وفوتنا نهير ما شاء الله، ربي يبارك، الجمعه مباركه. صافي ان بو مومو، كانت ليا رغبه باش نتلاقى به نقعد معاه، والتوفيق من الله عز وجل وتلاقينا ما شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله خويا نور الدين. ثاني شرف ليا ليك وليا وليك وللقى الناس طيبين كما انت ان شاء الله. ربي ان شاء الله يطيعنا غير مع الطيبين. الله يسترك خويا نور الدين. انت راك مغترب الان، يعني كيف الاسباب جعلتك تغترب يا خويا نور الدين؟ يعني الغربه هذه انسان يجرب، وهي مدرسة للحياة، والإنسان يكتشف، يحتك مع الأمم ويكتسب الأشياء كما يقولوا اللي كانت غريبة ولا غميقة، ولا تتضح الصورة للغربة مع أبناء الجالية، مع المسلمين، مع كل الشعوب، الكريتيان، المسلمين، جميع الديانات، والتسامح والصدف تلعب دور، كما الصدفة اللي خلتني نلقى خويا صالح اليوم ما شاء الله. ربي يحفظك نور الدين. خويا نور الدين، الحياة هنا كما تشوف الناس عايشة، كل واحد عايش حياته، كل واحد يجري على الخبزة تاعو، يعني واش الأشياء اللي شفتها هنا في الغربة يا خويا نور الدين؟ يعني كما يقولوا بالمختصر المفيد، عين تضحك وعين تبكي. هكذا الغربة ما سهلش. اللي ما جربهاش تبلو شغل، كان صور لوحه يعني مرسومه بجمالها، احلام ورديه. احلام ورديه. احنا بقى ما نحطوش الامل للناس، كاين الناس يحلم يقول لكم انتم راكم في الغربه وعايشين، لكن احنا النصائح هذو نمدهم لله في سبيل الله، ماناش خالصين عليها اخويا نور الدين. ونعم بالله. انا نصيحتي لخوتنا الجزائريين انهم يتخاووا، يتحابوا، يتعاشروا ويسامحوا بعضهم. سولداريتي. فهمت؟ صح. فالمشكله الان بين خوتنا، كاين ناس يعني كي نقول لك الجيل الذهبي والجيل القديم والجيل هذا، فيهم ناس طيبين لكن تختلف على حسب تربيه الانسان، تختلف من شخص الى شخص، المستوى، التعليم، المحيط، عده ادوار. بالمختصر يعني ما المحيط تاعك والبيئة تاعك. والبيئة. كيف تربى الإنسان؟ كيف تربى؟ شفت الغربة أخويا، هضرنا على الغربة كثرنا عليها، الغربة هنا كيف تشوفها تبان لك بالنسبة لهم الغربة في الجزائر؟ كاين اللي يقول لك الغربة في الجزائر. يعني الناس هذو اللي مثلا ماتوا في البحار وفي الجبال وفي كل مكان، أنه الجزائري صار يحرق ببلاده ولبلاد الناس. يا ترى هذا الناس لو أعطوا لهم خدمة في البلاد ويعني يرضوا بهذا العذاب وهذا الموت، هذا الغربة، الموت البطيء هذا نسميه؟ شوف خويا عمي صالح، باغي نقول كلمة برك، صدقني يعني الوطن الجزائر، الخيرات اللي تميز بها الجزائر، ما كانش دولة عندها الخيرات. ربي نعم علينا الثروات باطنية أرضية، يعني ما شاء الله. من المفروض هذه الدول اللي اوروبا هم اللي يجيو لعندنا يكتشفوا، ماهوش حنا نكتشفوا، لانه ربي نعم علينا بكات سيزون بفصول اربعه. نعم. يعني شيء مؤسف مع الاسف، يعني والله شيء مؤسف. بلادنا نحبوها لكن الناس كرهوا الناس في بلادهم، وهذه بسبب المسعورين، اللي بيقوسين نستعمل الكلمه المسعورين، اللي خلوا الناس تعيش في بلدان الناس، ما طوروا البلاد، ما طوروا العباد. ما هي الدول باش تقوم وتكون نهضة، هي ب
بالكلمه تاع العداله الاجتماعيه. كي تكون عداله اجتماعيه وتكون عداله بين الافراد بين الاشخاص بين المجتمع بين هذين تكون طوره وتكون نهضه. بصح ما لا يوجد في بلادي لا يوجد رجل مناسب في مكان مناسب او امراه او الاخر. على سبيل المثال المستشارين ما مش يبانوا في الميدان، ما كانش مستشار يقدم خدمه للمسؤول المباشر ليه. يعني المستشارين ماوش يؤدوا في المهام نتاعهم، وكما يقولوا مام يعني الاطارات ما مش يبينوا في الاشياء اللي يقدموها للوطن. نعطيك سبيل المثال، هبطت لاسبانيا قعدت فيها فتره، عمارات حتى لو كان بزوج طوابق بالمصاعد الكهربائيه، حنا عندنا تلقى عماره بعشرين ايطاج بدون مصعد. يعني في اسبانيا ما عندهاش دخل، الدخل تاع يتمثل في الزيتون، جني الزيتون والبرتقال، عايشين لاوت كلاس في رفاهيه. وحنا عندنا الغاز والذهب والفوسفات والبترول والسمش، وربي عطانا جميع الخيارات اللي نعم بها البشر والأمة. تلقاها يعني عايشين في لاميزار، الطب ما تطور، المستشفيات من اللي خلات فرنسا هي الطرقات، الحملة اللي تجي تديها، العمارات تلقاها من ما عندهاش 10 سنين في التهكم في كلش. عمارة من 20 طابق مهرسة، المصعد اللي ما كانش، الشعب يعاني، البطالة ما كانش، مصانع ماش منشآت قاعدية ما كانش. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. في اي مسؤول ما اداش الواجب المفروض اللي يديه لبلاده. بارك الله فيك. يعني الناس كما قلنا، يعني الناس يعني يكون الخير اللي خلى والديه وخلى بلاده وخلى شعب خلى يعني بلاد بفصول اربعه، ويجي هنا البلاد اللي فيها ستريس فيها القلق. كما الناس يعني واحد كما اخونا هذاك بالمناسبه اللي مات في بريطانيا ربي يرحمه، يعني يجي بلاده يباه يموت في بلاد الناس. يعني الاعمار بيد الله، لكن يعني شيء مؤسف تشوف شبابنا هكذا يموت بهذه الطريقه. اخي نور الدين، والله غير نتأسفوا، لأنه ربي نعم علينا بالإسلام. الإسلام كما يقولوا ونعم بالله، إسلام ربي دار كون وعطانا الصفة نتاع مسلمين، ونقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني ما ناش نأدو في الدور نتاعك مسلم حقيقي. الإيمان ضعيف، نزوات، شهوات، نفاق، ما إلى أين؟ كل الدول العربية تعاني من عدة صراعات، اليمن في حروب، العراق في حروب، صراعات إيديولوجية، عرقية، إلى متى؟ إلى متى؟ أو كل من عليها فاني، ما دوم حتى الواحد، دوم ربي سبحانه. كيفاش نقابلوا ربي سبحانه؟ بالأفعال نتاعنا اليومية الله يهدينا أخويا نور الدين. اللهم أمين. ربي يوحد القلوب إن شاء الله نتحابوا بيناتنا. اللهم أمين. أخويا نور الدين، يعني أنت عندك ماشي بزاف في الغربة، حوالي 5 سنين أو 6 سنين. والله عندي 5 سنوات، عندي تقريب 2 عام بألمانيا. التجربة في ألمانيا يعني احتكيت بالمجتمع الألماني، راقي ما فيش فوضى، مؤدب، ما تسبقوش الصباح الخير. يعني كي تخرج من الباب نتاعك اي شخص يقابلك تهز عينك يقول لك هالو. التجربه في باريس تقريبا 2 عام، في هولندا كيف احتكيت بالمجتمعات من كل الاجناس. الحمد لله تجربه مغترب. قول لي، دائما نتكلموا عن الغربه، يعني توحشت صراحه؟ قول لي صراحه، توحشت العائله تاعي، توحشت ولادي، توحشت الزوجه، توحشت المحيط، توحشت جيجل، توحشت الطاهر بوشرقه، توحشت الاحباب.
ان شاء الله راح يشوفوك ويدعوا لك يا خويا نوضي. ان شاء الله يا خويا، ان شاء الله بارك الله فيك خويا صالح. والحمد لله. شوف نحكي لكم حكايه صغيره. هذا عمي صالح المتحدث اللي يعني معاه في 2015 كنت نتبع فيه في الفيديوهات نتاعو، كنت نشوفه يقول يا ربي ويكون اتصال بيناتنا. ربي ما خيبش، اليوم كان اللقاء ونعم التربيه. دعينا معك ما شاء الله، ربي يعطيك ويرضى عليك خويا صالح. امين، بارك الله فيك خويا نور الدين على الاستضافه القصيره هذه. ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله، ان شاء الله تحسن احوالنا واحوال خاوتنا في كل مكان. امين يا ربي، بارك الله فيك وفيك بركه اخي صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله ما على بالك كيفاش يجي.